كشف النائب البرلماني عن ولاية باتنا أن معهد فاستر تسبب في مشكل كبير في منطقة باريكا، حيث ارتكب المعهد خطأ فادحا في التأكيد أن تحاليل المرحوم المقيم في باريكا سلبية وأنه ليس حاملا لفيروس كورونا، ليبعث بعدها بنتائج جديدة إيجابية لنفس الشخص. وطالب البرلماني في رسالة مستعجلة لوالي ولاية باتنا توفيق مزهود بضرورة الإسراع في تجهيز مكان خاص للحجر الصحي، وجاء في نص المراسلة: بعد تأكد إصابة المواطن المقيم ببلدية باريكا بفيروس كورونا وبسبب الخطأ الفادح المرتكب من طرف معهد باستر، حيث كانت النتيجة الأولية سلبية مما أدى بالطاقم الطبي والشبه الطبي وأقرباء المريض بالتعامل معه على أساس أنه ليس مصاب إلى أن وقعت الكارثة، وجاءت النتيجة الثانية إيجابية. وبعد حالة الخوف والهلع التي سادت سكان المنطقة، يقول حكيم في نص مراسلته: وجب اتخاذ قرار مستعجل في تحضير عيادة الأمومة والطفولة باريكا كمركز للحجر الصحي. أعلنت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة أنه سيتم التكفل بكل الفنانين الذين يعيشون ظروف اجتماعية صعبة في ظل الحجر الصحي الذي فرضته مخاطر تفشي فيروس كورونا. وفي هذا الصدد قالت الوزيرة مليكة بن دودة في تصريح للمؤسسة العمومية التلفزيونية بأنه تم تكليف مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لوندا من أجل إحصاء الفنانين الذين يعيشون أوضاعا صعبة بسبب هذه الأزمة، وذلك من أجل تقديم مساعدات اجتماعية للمتضررين منهم من خلال صب منحة التقاعد الإضافي للمتقاعدين المنتسبين للديوان. كما أمرت الوزيرة بن دودة بالإسراع في دفع مستحقات الفنانين الذين قاموا بتقديم أعمال لصالح مؤسسات ثقافية عمومية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى تتكيف مع الوضع المتأزم. أمرت وزارة الصحة المؤسسات الصحية والاستشفائية بمنع استخدام دواء الكلوروكين على المصابين بفيروس كورونا إلا في حال الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل المصابين بهذا الفيروس. وحسب مراسلة من مدير المصالح الصحية بوزارة الصحة للمؤسسات الاستشفائية التي تشرف على متابعة ومعالجة المصابين بهذا الفيروس، فإن استخدام دواء كلوروكين على المصابين بهذا الفيروس لن يكون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصاب، مع إدراج ملاحظة الموافقة على استخدام الدواء في ورقة العلاج والمتابعة الخاصة بكل مصاب. اجتمع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء بتقنية الفيديو بسبب خطر فيروس كورونا المستجد، وأسفر اجتماع المكتب الفيدرالي عن قرار فتح حساب جاري بإشراك كل الرابطات الوطنية الولائية والجهوية للتبرع من أجل مواجهة فيروس كورونا. كما يستهدف المكتب الفيدرالي الوصول إلى ما بين 10 إلى 15 مليار سنتيم.